في الحقيقة تنزيلا للبرنامج ديال التعقيم الذي سطرته مقاطعة سيدي مومن. قمنا هذه الأيام بعملية التعقيم في المقاطعة ديال سيدي مومن، واليوم إن شاء الله قمنا بالتعقيم على مستوى حي التشارك، حي الولاء، وحيث أننا قمنا بالتعقيم ديال جميع النقاط بما فيها المحلات التجارية وكذا الأبواب ديال العمارات. وهذه العملية ابتدأنا من 10 صباحا وحنا غاديين فيها مستمرين فيها من ترونش 1، يعني من الفصيلة 1 إلى الشطر 16، إلى الشطر 16. الآن راه وصلنا للشطر 16، وهذه العملية في الحق لاقت استحسانا لدى الساكنة ديال التشارك، وهذه العملية هي جد مهمة جدا بحيث أننا لقينا الساكنة استبشرت خيرا بهذه العملية منذ البداية إلى الآن. غدا إن شاء الله غادي نبداو هذه العملية أيضا من حي الولاء التشارك الشطر 16، وغادي نستمروا ان شاء الله الفضل والاماكن الاخرى اللي تابعه للتشارك. هذه العمليه ما كنديروهاش كما كيقولوا الناس بعض الوسائل الاخرى، ولكن بمواد اللي كتبناها جماعه الدار البيضاء، هي المواد وخاصه كذا بيئه، الشركه ديال كذا بيئه التابعه لجماعه الدار البيضاء. وهذه المواد هي مهمة وأساسية وبطبيعة الحال مراقبة صحيا، وبالتالي ما يتخوفوش الناس. هذه مواد اللي هي يعني كما كنقولوا متابعة من طرف كذا بيئة، وبالتالي هذه هي عملية التعقيم اللي كتقوم بها المقاطعة. وكانوا عندنا جوج الكاميوات ماشي واحد، جوج، واحد جه هنا للحي الولاء التشارك، والاخر اللي صيفطناه جيت انا سي بدا تا هو العمليه، وتا هو يلاه سال العمليه من الصباح يعني الى وغدا ان شاء الله غادي تستمر العمليه كما يعني هو مخطط لها ومبرمجها، مساهمه في محاربه هذا الداء والايقاف ديال هذا الداء اللي هو داء كورونا، واللي بغينا الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعافي بلادنا ويعافي جميع المواطنين والانسانيه جمعاء. وهذا انا كنقول للناس غير الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تخرجوا راه كتعرقلوا هذه العمليه ديال عمليه التعقيم. الله يجازيكم بخير، وقوموا بوضع الكمامات لانها واقيه من هذا المرض او مساهمه للوقايه من هذا المرض، بالاضافه الى العمليات الاخرى وهي عمليه التعقيم والعمليات الاخرى اللي كيقوموا بها. وبدورنا كنشكروا السلطات المحليه والسلطات الامنيه اللي كتقوم بدورها ايضا بتوعيه هاد السكينه ديال حي الولاء والتشارك، باش تقوم بدورها باش نحدوا من هاد الوباء باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ولحياتنا الاعتياديه. وشكرا لهاد القناه ديال شوف تيفي، وشكرا لها.